الحقيقه انه احمد السقا من 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 اكتر الناس المحترفه اللي انا اتعاملت معاهم في الدراما التلفزيونيه، لانه حقيقي 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 نسبه تدخلاته تكاد تكون صفر في عملي او في عمل المخرج، هو بيتدخل في عمله فقط لا غير. بمعنى انه لو عنده كومنت زي ما انا بالظبط ممكن يبقى عندي كومنت على شغله، هو ممكن يبقى عنده كومنت على شغلي، احنا في الاخر عمل جماعي، ولكن في النهايه ما بيفرضش عليك حاجه، بيقتنع جدا جدا، بيسلم نفسه تماما لو اقتنع انه في ايد امينه، يعني انه المخرج اللي معاه هو مقتنع انه هيشتغل مع ده، فهو بيسلم نفسه تماما، ما بيتدخلش بقى اكتر من اللازم خالص، بيكتفي بدوره كممثل، بيعمل شغله كويس قوي، بيهتم جدا جدا ان كل واحد ياخد حقه زياده للامانه، يعني مش عايز يستفرد بان انا اللي نجحت وانا اللي عملت وانا اللي سويت، ما شفتش ده خالص معاه للامانه يعني. فالحقيقه انه تكاد تكون من اريح السنين اللي اتعاملت فيها مع حد في الدراما التلفزيونيه يعني.